حياكم الله مشاهدينا من جديد. اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم الاستراتيجية الجديدة لمكتب التربية العربي لدول الخليج للأعوام الخمسة القادمة من العام 2015 ميلادي إلى 2020 ميلادي أمس بالرياض. تفاصيل أكثر حول الاستراتيجية مع زميلتي رنيم في الرياض. إليك رنيم. شكرا لك يا هدى. الاستراتيجية تحدد سياسات وإجراءات وأساليب عمل مكتب التربية العربي لدول الخليج خلال الفترة المقبلة للعمل على تطوير وتقويم السياسات التربوية والتعليمية ونشر أفضل الممارسات وخدمة اللغة العربية ودعم تطوير مخرجاتها في التعليم العام والإسهام في تنمية النشء وتعزيز قيم المواطنية ووحدة الهدف وتعزيز المسؤولية الاجتماعية والمجتمعية. نتابع مشاهدينا التفاصيل في التقرير التالي. دشن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم يوم أمس استراتيجية مكتب التربية العربي لدول الخليج، وذلك بحضور عدد من وزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بالمكتب. تأتي هذه الاستراتيجية بعد رصد التحديات التي تواجه العمل التربوي والتعليمي في دول المجلس، حيث تسعى إلى مواجهة متطلبات تطوير التعليم في المرحلة القادمة لتكون مرحلة العمل لفترة 2015 و2020. تشمل الاستراتيجية على عدد من البرامج التي تهتم بالشباب وتطوير السياسات التربوية في التعليم ودعمها ونقل أفضل التجارب والممارسات العالمية في هذا المجال وتعزيز مشاركة المجتمع والأسرة في التعليم. أتقدم بالشكر والتقدير الكبير لزملائي وزراء التربية والتعليم في دول الخليج العربي الذين فوضوني في هذا اليوم بالتوقيع على هذه الوثيقة باسمهم جميعا، وإنني بهذه المناسبة أدعو الله سبحانه وتعالى لنا جميعا بأن يوفقنا في خدمة دينه ثم أوطاننا ومواطنينا، وأن نكون على مستوى آمال وطموحات قياداتنا في دول الخليج العربي. أيها الإخوة والأخوات، ليس لي أكثر من أن أقول شكرا ولنسير معا في دروب العزة والسؤدد لبلادنا العظيمة لتأخذ مكانها الملائم والمناسب والمستحق بين دول العالم الأول. أخيرا، تتوافق استراتيجية العمل التربوي للمكتب مع استراتيجية الدول الأعضاء ورؤاها المستقبلية. لبرنامج سيدتي دانا دلقموني، الرياض. مشي مشي الفقرة الثانية بسرعة. إذا مشاهدينا، بعد ما تابعنا هذا التقرير ننتقل إلى موضوع آخر ومحطتنا الأسبوعية اللي خلالها نسلط الضوء على كاتبة سعودية نتناقش أكثر في أفكارها وآرائها وكتاباتها. وضيفتنا لهذا الأسبوع هي كاتبة سعودية حاصلة على أو باحثة في الدكتوراه في التميز الإداري وكاتبة رأي في جريدة الوطن ومعروفة بآرائها المهمة والمثيرة للجدل. معنا عبر الهاتف الأستاذة عزة سبيعي، معنا هذه المرة من لندن. مساء الخير. أهلا ومرحبا. مساء النور. الله يسلمك. بداية طبعا نتكلم عن المقالات. في إحدى المقالات ذكرت بأن القانون يؤدي دور كبير في الحد من العنف الواقع على المرأة، وكان هناك مطالبة بألا تكون مواقفنا مجرد ردات فعل عن كل قضية. ما المقصود بالنسبة لك بردات الفعل؟ في الواقع عنيت به أن لا نتكلم فقط إلا يعني إلا إذا سقط الضحية. للأسف الشديد أنه لدينا عادة يعني في العالم العربي بشكل عام أن إحنا ما نسلط الضوء على إحدى القضايا إلا إذا سقطت قضية وقرعت الجرس. عند ذلك نبدأ جميعا كلنا نتكلم عن هذه المسألة ونضع لها نضع اقتراحاتنا. يعني لا يوجد روح مبادرة، لا يوجد يعني في داخلنا يعني البحث عن القضايا المهمة ونشرها قبل سقوط الضحايا للأسف الشديد.
نعم، يعني أقرب مثال اسمحي لي، من يومين السيدة اللي الحمد لله بحسب الأخبار تجاوزت الخطر، لكن زوجها اللي حاول يقتلها بأربع رصاصات أمام المحكمة وهو حالياً حالته أعتقد موت دماغي، هذه واحدة من الحالات الكثير اللي تحصل، لكن للأسف يعني نعمل على ردع المرأة، لكن هل يوجد برأيك يعني أو ما القانون الأنسب الذي يفترض أن يوضع لردع العنف ضد المرأة، يعني حتى قبل الوصول الحالات إلى مثل هذه يعني الحدة لا سمح الله؟ في الواقع نحن ولا شك دولة يحكمها شريعة الله سبحانه وتعالى، والشريعة ترفض الاعتداء والعنف. إذا دعيني أقول لك أن القانون موجود، لكن ما ينقصنا هو أن تصل الفتاة أو المرأة إلى المحكمة، وذلك لن يحدث بدون أن تملك الوعي والثقافة التي تجعلها تعرف ماهية العنف، ما هي أنواعه وتأثيراته، من هو الرجل العنيف، تعرفه من أول لحظة تشوفه فيه تعرف أن هذا الرجل عنيف، ولا يمكن أنها تستمر معه، وتبدأ تحذر من حولها وتخبر من حولها كيف تواجهه وتمنع يعني تعنيفه، كيف تلجأ للشرطة، كيف تصل للقاضي. هذه هي ثقافة العنف، هذه لا تعرفها الفتاة عندنا، الفتاة عندنا جاهلة بكل هذه الأشياء، بل إن بعضها يعني لما تجدينها معنفة يعني تقول لك أنا يعني هو يحاول يأدبني، أنا أخطأت، أنا كذا، وهي لا تعرف أن الرجل الذي أمامها ليس رجلا يعني سوي، سينتهي أمرها إلى جثة أو أم لأطفال مشوهين نفسيا يشوفون أمهم كل يوم تعنف، كل يوم تضرب، كل يوم وهي تستمر مع رجل أصلا غير سوي، مريض يحتاج إلى المكان المناسب هو المستشفى وليس كرب أسرة. المشكلة مثل ما ذكرتي يعني ممكن تكون عدم معرفة أو لنقل عدم ثقة بالنسبة للمرأة إنها ما تقدر تتجه للمحكمة أو تشتكي. الشيء الثاني إن في يعني ثقافة الخوف لا تزال موجودة، يعني المرأة قبل ما تتجه للمحكمة أو المستشفى، اسمحي لي، كثير سيدات توصل المستشفى وتكون معنفة لكن تخاف إنها تتشكى خوفا من أن العنف يكثر. يعني ألا يفترض وضع سياسة محددة من البداية، يعني من بداية وصول الشكوى حتى لا نصل إلى هذه المواصل برأيك؟ نعم، أنا زي ما قلت لك المفترض أن الفتاة أنها يعني تعلم في المدرسة من نفسها ثقافة القوانين، يعني في العالم الغربي من مرحلة الابتدائية ويعلمون الطفل الهيومن رايت، يعني بيعلمونه كل حقوقه وواجباته وإيش عليه، وين حتلجأ، من الرقم، من هو الرقم الذي تتصل عليه. عندنا لا يوجد هذا الكلام كله، بالعكس الناس تتم يعني إهانتها إذا هي اشتكت، أو أنت ما صبرتي، أنت سيدة فاشلة في حياتك، يعني يتجهون دائما إلى الضحية بدل ما يتجهون إلى الرجل العنيف اللي هو تزوجها وهو يعني زي ما قلت لك مكانها المناسب في المستشفى. بالضبط. بالضبط صحيح. أيضا انتقدتي أنظمة الضمان الاجتماعي في إحدى المقالات، أعتقد كان اسمها وين نروح؟ وين النقد بالضبط فيما يخص الضمان الاجتماعي؟ في واقع الضمان الاجتماعي منذ تولي الملك عبد الله، الله يعطيها يعني طول العمر في الطاعة إن شاء الله، وهو يتقدم لكن للأسف الشديد خطوات بطيئة جدا جدا على صعيد أنظمته، وإحنا نتمنى أنه يقفز قفزات إلى الأمام ليكون لتشمل أنظمته الجميع. مقال وين نروح كانت يعني سيدة، هذه السيدة أصيب زوجها 50 في حادث سيارة ونتج عن إعاقة ذهنية منعته عن التكسب، ذهبت للضمان الاجتماعي على أساس كلمة الضمان الاجتماعي معنى أنه سيضمن المجتمع لهذه العائلة حياة كريمة بعد يعني عجز رب أسرة رب الأسرة. فلما وصلت للموظف قالها لا يوجد نظام يعني يسمح لك يشملك الضمان الاجتماعي، أنت لست مشمولة بالضمان الاجتماعي لأن الحادث حصل وزوجك فوق 50، وأنظمة الضمان تقول الإعاقة تكون يعني على الأقل يكون في الأربعينات أو في الأربعينات أصيب بالإعاقة. يعني إحنا مشكلتنا في الضمان الاجتماعي تكمن في القوانين أو الأنظمة التي عمل منها، إعادة هذه الأنظمة من جديد، إعادة تأسيسها من جديد، جعلها شاملة لكل محتاج في المملكة لتضمن حياة كريمة لكل المواطنين السعوديين، حتى خاصة في رواتبه يعني أشبه ما تكون بالتحلية، كأنك تعزمي لك فقراء ومساكين على العشاء وما تقدمي لهم وجبة العشاء، تقدمي لهم تحلية، يعني 800 ريال للمطلقة، هي لا تسمن ولا تغني من جوع، 800 ريال لامرأة مطلقة ماذا تفعل بها؟ يعني لا تساوي شيئا، يعني ولا حتى حق السيارة الليموزين اللي راحت بها حتى يعني تكمل أوراقها وتصير جزء من المشمولين بالضمان الاجتماعي. يعني هذه كلها يجب أن يعاد تخطيطها من جديد وإنشائها من جديد، وحتى تكون عادلة ويكون صحيح عندنا شيء اسمه ضمان اجتماعي. فعلا يعني لا تعليق صراحة مثل ما ذكرتي. أيضا إذا موضوع إلى موضوع آخر، تحدثتي عن ذوي الاحتياجات الخاصة ونظرة المجتمع لهم وحقوقهم لدى التأهيل الشامل، ما الذي أيضا دفعك لكتابة هذا الموضوع؟
والله دائما الكاتب عموما يتلقى رسائل والناس تثق فيه وتظن أنها يعني يوصل أصواتهم للداخل للمسؤولين. وطبعا من هذه القصص هي لقصة فتاة يعني طالبة مدرسة ثانية ثانوي تريد أن تذهب للمدرسة، لكن التأهيل الشامل مثل مشكلته مشكلة الضمان الاجتماعي أنا لدي، وأنا لا حقيقة لا أعرف كيف يصنفون ذوي الاحتياجات عندهم في التأهيل الشامل. يعني المفترض أن يكون الطلبة والطالبات لهم يعني خاصية خاصة، يعني ترتيب معين في الاحتياج مثلا للسيارة لنقلهم من المدرسة إلى بيوتهم. يعني هذه الطالبة ذهبت لتحصل على سيارة مثل ما وعدوها ونشر في الإعلام أنه في سيارات لذوي الاحتياجات الخاصة، فقالوا لها لا، أولا العاجزين كليا ثم بعد ذلك العاجزين اللي هم يعني عاجزين ما يمشون أو نصف عاجز. طبعا منعت من السيارة، والدها كبير في السن لا يستطيع أن يحملها كل يوم، فصارت تغيب أسبوع وتحضر أسبوع للمدرسة. إلى الآن عامين على هذا المقال، إلى الآن لم تسلم هذه الطفلة هذه الفتاة الثانية ثانوي السيارة، ولا زالت تداوم أسبوع أسبوع إلى من أجل والدها اللي عندها يعني ما يقدر يحملها على سيارتها الخاصة. ربي يعينها ويعين أهلها، يعني كثر خير المدرسة المتقبلين أو متفهمين الوضع، لكن فعلا يعني تحط يدك على الجرح. أيضا بالنسبة للمراهقة، المراهقة بشكل عام أستاذ عزة هي موضوع صعب، سن معقد بالنسبة للفتيات أو الشباب، لكن كتبتي مقال قبل اغتيال مراهقة، كتبتي فيه أيضا عن المراهقة في السعودية تحديدا أو سن المراهقة تحديدا بالنسبة للبنت، ولخصتي أهم الأمور لحماية المراهقين وسن المراهقة. هل لك أن تذكرينا يعني أو تذكريها لنا أهم هذه طبعا الأمور للحماية؟ في الواقع أنا ذكرت جانبين مهمين في وضع المراهقة في داخل المملكة. أولا المراهقة غير مدركة، فلا يجوز معاقبتها على جرم لا تعرف عواقبه، غير مدركة أبدا، يعني حتى يعني هذا رأي علمي تماما، ما تدرك عاقبة أمورها ولا تعرف ماذا يريد منها الرجل بالضبط. صحيح. طبعا الهيئة يعني مشكورة في قضايا المراهقات، تقول نحن نسر على فتاة ونسلمها لأهلها. أنا غير متأكدة إذا كانوا هل هم يعلموا ماذا سيفعل الأهل بهذه الفتاة عند استلامها، أو هل هم واثقين في هذه بالأهل. إحنا مجتمعات عربية يا أختي، يعني لما بنت تخطئ تنتهي بالموت في غالبها. طبعا أنا كنت عرفت قضية اللي هي الفتاتين اللي أمسكتهم الهيئة مع شباب في السوق وبعدين سلمتهم لأهلهم، وأثناء خروجهم من دار الرعاية تلقاهم أخوهم بالرشاش وقتل الفتاتين، واحدة عمرها 14 واحدة عمرها 17 سنة. بالضبط. المشكلة يعني اسمحي لي، يعني هذا الموضوع المشكلة أن ديننا دين ستر، يعني خلاص مثلا يا أخي تعمل يعني بالنصيحة أو المرة مو على طول يعني على التحقيق يعني أو المشكلة تكبر. إما أنك يعني تحاول تتواصل مع الفتاة دون علم أسرتها وتنبهها لخطأها وتعيدها إلى بيتها سالمة، أو أنك تأخذ ضمانات على الأسرة ألا تتعرض هذه الفتاة لأي اغتيال، لأنها مهما كانت لم تصل إلى يعني مرحلة سنية لتدرك فيها خطأ ما فعلت أو أنه مخالف للمجتمع والبيئة اللي هتت فيها وأنها هكذا يعني تؤذي أهلها وأسرتها. الشيء الثاني يعني للأسف الشديد أنا لاحظت في المملكة، وأن الفتاة عندنا المراهقة عندما تقع في الجرم مع شخصها، طبعا قلت لك ماذا يحدث لها هي، أما ما يحدث للرجل فإنه غالبا يدان بخلوة أو أي شيء من هذا القبيل، يحكم 6 شهور أو شهرين أو 3 إذا حكم بحسب هذه القضايا، يعني ما يحاكم كمجرم قام بالتغرير بقاصر. هذه المراهقة قاصر، يعني في أوروبا عندما يقوم شاب رجل في عمره 19 سنة بمواعدة فتاة عمرها 18 أو أقل من 18 أقل صحيح. من 18 سنة يعتبر اعتدى على قاصر، وقد يصل الحكم له إلى 30 سنة سجن، لأنها تعتبر لازالت غير راشدة. في السعودية يحاكم رجل عمره 45 سنة غرر بطفلة عمرها 15 سنة بشهر أو شهرين، لا هي مراهقة غرب بها، لا يجوز هذا لا يجوز التعامل مع الرجل. رجل مثل هذا كامل الرشد واعي قام بالتغرير بطفلة، أن نعامله كأنه رجل خرج مع امرأة بالتراضي، فكلا الاثنين يعتبر جرمهما خلوة صحيح. تحديدا في بعض يعني للأسف يتعامل مع الفتاة طالما بلغت سن البلوغ أو تغيرت ملامحها شوي، ظهرت أنوثتها، يعملوها كامرأة، أو هذه قمة الخطأ. نتمنى طبعا أستاذ عزة أن علميا تفضلي علميا لا تدرك المرأة قبل يعني 18 سنة.
والحياة في مجتمع يعني مثل المملكة العربية السعودية، أيضا المرأة ليس لديها تجربة مع الرجال ولا تعرف ما يريدون منها، وأنا كتبت هذا في المقال. طبعا للحديث بقية، للحديث اسمحي لي أصلا الحديث شجون، لكن منكمل أكيد في وقت لاحق. اسمحي لي أشكرك الأستاذة طبعا، أو ما شاء الله يعني في طريق إلى دكتوراه إن شاء الله، الأستاذة عسى السبيعي باحثة الدكتوراه في التميز الإداري وكاتبة رأي في جريدة الوطن، شكرا لك. إذا مشاهدينا نختم مثل ما قالت يعني ضيفتنا، إن المرأة تحديدا هذا الموضوع شائك، المرأة في هذا السن أو الفتاة هي يعني لا حكموا عليها بأنها كبيرة أو صغيرة، سن صعب جدا، لكن طالما دائما في مطالبات مستمرة بإحقاق الحق، وطالما دائما النادي بأن السيدة والمرأة والطفلة تعرف حقها، أصلا المواطن يعرف حقوقهم، وهذه مهمة جدا. فمشاهدينا أكيد هذا الموضوع بنضل يعني أو بنبقى مستمرين في متابعته، وأكيد سيدتي أيضا مستمر معكم مشاهدينا، تابعونا لكن بعد الفاصل. هذه حكاية جديدة من سيدتي، نسمة ودرة صديقات مثل الخوات، بس نسمة ثقيلة تعبانة كسلانة محبوسة، لكن درة واو. نسمة تسأل عن الحل، نقول لها بسيطة، حملة سيدتي ضد السمنة انطلقت، مع سيدتي كوني معانا، اكتملي بالصحة والرشاقة.